السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to the Quran memorization Surah Number 6, Surah Al-An'am, verse 51 to 52, page number 135, the last part of the page. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. جزاكم الله خيرا. Keep repeating until you learn.